أوتيل رويال بأوج التحضيرات لفترة الأعياد، ولكن على الأكيد العمل ما بينتهي والإيفنتس ما بتنتهي بأوتيل رويال. بصير نستقبل أوديت الكارحيد بانكويت سيلز مانجر، أهلا وسهلا فيك، وسيد كارلوس داو فود أند بافرج مانجر. فود أند بافرج مانجر شغلة كتير مهمة بهالسكشن، كتير مهمة بأوتيل رويال اللي دايما مشهور بالإيفنتس الجاسترونوميك اللي بيعملون والتحضيرات هلا لفتره الاعياد. خلينا نحكي شوي عن سكشن الفود اند بيفرج. صحيح، هلا مثل ما قلت حضرتك سكشن كثير واسع، وخاصه هلا بفتره العيد عندنا كثير اشياء بنكون محضرينها. دائما زبايننا وجمهورنا يعني بيعرف انه في عندنا فرايتي كثير كبيره من السهرات. رح نعطي هيك فكره، نبلش بنيو يير. عندنا السهره، عندنا 6 سهرات صراحه مثل كل سنه. عندنا السهرة الكبيرة رح تكون مع مروان خوري، مع مطربة كمان نجم مايا دياب، وكمان من أهل البيت حيكون عندنا نادي أبو شبكة كوميديان. صحيح، هذه كسهرة أولى. عندنا السهرة الثانية كمان بصالة أزورية، سهرة منوعة فيها كذا أبيرنس. عندنا ستيفاني مع باميلا، عندنا كمان مع بلشو، عندنا مطرب عامر، يعني بتبلش أجنبي بتنتهي عربي، منوعة، سهرة كتير حلوة مع شوات. عندنا كمان سهرة مع بوفيه للعالم، العيال بحبوا يسهروا، كمان عيال وكمان حيكون فيها الانترتينمنت من مطرب ساندي مع مطرب مروان حريري. كل السهرات كمان فيهم دي جي، فيهم باراد حيكون كمان. عندنا سهرة ببيانو بار مثلا، في عالم بحبوا ما كتير يكون عجقة، سهرة بتطلع لميت شخص ماكسيموم، يعني بيقعدوا بيسهروا بيستمتعوا بالانترتينمنت مع مانيو كتير مرتب جسل السير، يعني لعالم حابين يقضوا سهرة حلوة. عنا كمان سهرة عربية هون عم نحكي كلهم بذات الليلة. اكزاكتلي، 6 سهرات بأوتيل رويال منوعين، يعني ما ممكن تدق على الأوتيل ما تلاقي طلبك. سهرة عربية من الأكل اللبناني، من البروغرام مع المطرب إليانا مبارك، رائسة باسمة، باراد والمطرب وائل صعب. كمان سهرة from A to Z لبنانية. في عنا كمان سهرة مع كوميدي يلي هي مسرحية لاف ستوري عم تنعرض عنا كمان مع دي جي وكمان العشاء. سهرة كمان هيدي مميزة انه يمكن العالم ما بفكروا نيو يير، يمكن ما بفكروا بانه يكون في مسرح كمان موجود بهيدي الليلة. حيكون اكيد لانه في ناس مش كتير بحبوا يكون عندهم هيك مثل ما بيقولوا بين طوشة عيد ليلة عيد راس السنة، فبيحبوا شوية رواق، ليش لا؟ اللي عاملينه السنة اذا بدك انه شوي يعني نظرا للوضع عاملين شوية اسعار تكون مدروسة، يعني فيك تسهري صراحة ابتداء من $120. عم تحكي أوتيل 5 ستارز مع منيو مع بروجرام ما بيخلص مع كل الفاسيليتيز، وحتى بالباكجز يعني في الواحد يجي مثلا ياخذ ويك اند اور ياخذ ليلة بالأوتيل مع العشاء مع الاكسس على الاسبوع اللي بيكون ضمن الباكج مع ترويقة تاني نهار، يعني عم ياخذ شيء كايند اوف فول بورد ب $489. اوف، يعني عم تاخذي سهره كامله مع ليله اوتيل. اسعار مدروسه كثير السنه، عملناها لنقدر نساعد العالم بالوضع اللي موجود في البلد. كمان خلينا نرجع شوي نتذكر اوديت شو الاقسام، شو يعني بخلال السنه شو الخدمات اللي بتتقدم، ايضا الايفنتس اللي عم بتصير بالاوتيل بشكل شوي شامل. هلا نحن كل شهر ديبانس على الاوكيجنز اللي عم بتصير بالسنه، مثل هذا الشهر بدي اقول للكومبانيز اللي بعد ما حجزوا الانوال دينر، نحن عاملين فيري سبيشال ريتس على المنيوز على البرايسز وعلى الباكجز ان توتال، يعني عاملين مع كل دينر بيطلع لهم 5 فاوتشرز بيستفيدوا منها من الاوتيل، ان كان سبا او ريستورانتس او حتى بريكفاست لانش اوردر نحن عم نقدمهم. Very good prices and very affordable. وأكيد كل شهر it depends على الأوكيجنز اللي عم بيصيروا. هلا أكيد بلشنا reservations كتير لموسم الأعراس اللي عم بتكون ل 2019. عنا bookings عم بتكون package full package من قدمة، بيكون المنيوز oriental seated set menu أو حتى buffet. ومثل ما قال مستر داو نحنا كمان عنا 6 venues بيكونوا للweddings with all styles
of all venues. يعني في شيء الأورينتال، في شيء اللي بيكون very classy and simple. وكل الأوتلتس عنا الحلو فيهم إنه بانوراميك سي فيو كلهم بطلوا على البحر. وعندكم كل الخدمات للأعراس، يعني عم نحكي عن الإيفنت بلانر، عن طبعاً الفود أند بافرج هيدي تحصيل خاص، ولكن وأيضاً اللايتنج والدي جي كله. الفنيوز عنا بيضمنوا الساوند أند لايت باكج اللي هي أكيد بتكون إكسترا تشارج، بس كمان فيري سبيشال ريت هلا عاملين عليه. ونحن بنشتغل مع كل السبلايرز وكل الويدنج بلانرز، ما عندنا حدا اكسكلوزيف عندنا، وي ار اوبن على كل العالم. نعم. وبس بدي اقول على شغله انه الحلو بالقطل عندنا يلي ما عنده بادجت الويدنج بلانر، نحن عندنا ويدنج كوردينيتور، وعندنا البلانينج للعرس بيكون من قبلنا من البانكويت سيلز ديبارتمنت. كثير حلو، نحن رح نشوف فيديو حضرتوا لنا اياه سوا، بنرجع بنتابع مع التفاصيل اكثر. Ready? Video? لكن كنا عم نحكي شوي عن جو عيد راس السنة وعيد الميلاد، وأكيد نحن بنعرف أنه في ناس كتير بيجوا من الخارج مغتربين أو ناس حابين يقضوا عيد الميلاد وراس السنة بلبنان. الباكيجز اللي موجودين بالأوتيل إن كانوا لح بيقضوا السهرات عندكم أو لا، في أشياء اليوم مخفضة، نحن بنعرف انه كمان الوضع مش كتير منيح اقتصاديا، فقد ايه بتاخذوا هالموضوع بعين الاعتبار؟ مثل ما كنت قلت لك انه نحن عاملين يعني هذا الحسابات صراحة، وعملنا اسعار مثل ما شفت يعني حضرتك تفاجأت فيها انه اسعار كتير مدروسة وبأسعار كتير مرتبة. هلا كمان في شغلة حضرتك قلتي، كمان في الجيفت كاردز، يعني انه مثلا في عالم يمكن بيحبوا يهدوا، فيهم يهدوا كمان من الاوتيل، ان كان سهره وان كان عشاء وان كان سبا وان كان غرفه، اي شيء اي فاسيلتي بالاوتيل ممكن تنهدى از جيفت كارد. كمان هذا الموضوع في عندي، كمان السبا كمان عاملين فيه باكجز ممكن ينهدوا كمان فتره العيد. بعمر تريتمنت قبل النهار. هي الحلو بالسبا انه اذا حضرتك اشتريت اي جيفت باي اماونت عندك الفول داي تو سبند بالفاسيلتيز تبع السبا من الصبح، يعني نحن بنفتح من 6:30 الصبح ل 11 بالليل. عندك شغله ثانيه كمان غير انه نحكي نيو يير، كمان الان فتره في كريسماس وفي يعني شهر عيد كله، فبيكون مناسبات، فنحن كمان بنعمل ليله كريسماس عشاء بمطعمنا البيانو بار، منيو كثير مرتبه للكريسماس ايف. في عيال يمكن ما بحبوا انه يقدروا يتلبكوا وكذا، فبيقدروا ياخذوا طاوله بيعيشوا اجواء كريسماس بالاوتيل مع انترتينمنت كثير حلوه، ساكسوفونيست وسينجر عم بغني الشغل الكريسماس، والمنيو اكيد الدان طبعا والبيج نويل كل شيء كانك ما فينا نغلط مع بالفود اند بفرج دائما على بيرفكسيون. وثاني نهار كمان بنعمل بوفيه، كمان زباينا كلها بتعرف عندنا بوفيه فيري ريتش بوفيه انترناشونال من كل الانواع. كمان بيكون في كيدز انيميشن. قد ايه الاكل شغله مهمه باوتيل فايف ستارز؟ قد ايه بيقدر يجذب فعلا الناس؟ يعني قد ايه بيهتموا بهالموضوع؟ هي اهم شغله الاكل، يعني بتروحي على محل بتتذكري والله كانوا الاكل طيب، يعني هي اهم شغله عن جد يكون في تيس اللي بيخليك ترجعي تزوري هالاكل. اكيد الاكل والسيرفيس هو اهم شغله. والسيرفيس يعني هن اجمالا بيكونوا متكاملين، يعني شو الاشياء اللي بتميزكم فعلا؟ هذا اللي بتميز انه عم بيجوا على اوتيل 5 ستارز، عم بيكونوا اول شغله عم بيطمنوا بالهم من الاكل ومن السيرفيس بلس الفاسيلتيز اللي عندهم اياها بالاوتيل. وانا اذا بدي احكي بس كشغله كوادينجز ارجع اقول لك اياها، كوادينجز بالاوتيل عندهم كثير فاسيلتيز ما بيواجهوا راسهم فيها بغير محل، يعني عندهم الاكل، السيرفيس، الكوردينيشن، الليله بالاوتيل، عندهم الكيك، عندهم كبنفتس كلها عم تطلع لهم، كلها موجوده بقلب الاوتيل، يعني ما بدهم يجيبوا غير قصص فيو ثينكس من برا، مش كثير قصص كبيره. وللعيال كمان في كثير يعني اجواء حلوه وفاسيلتيز وخدمات ايضا، حتى لو في اولاد اكيد في سانتا كلوز على كريسماس داي حيكون، في كيدز انيميشن كل نهار احد مع ساندي برانش، واكيد المنيو فيري ريتش لكل العائله هم بيكون. وهيدي شغله بتريح كثير الاهل لانه العيال اجمالا هيك بيعتلوا هم انه ما بدنا نروح على اوتيل يكون مخصص بس هيك للادلتس، اكيد يعني مثل ما شفت الفرايتي كثير كبيره بكل الايام وبكل النواحي. حتى بدي اقول شغله كمان، احنا كمان نسهل على العالم
عملنا شيء اسمه شوب اونلاين. نعم. يعني فيك حضرتك تفوتي على الويب سايت تبع الاوتيل، تفوتي على شوب اونلاين، تختاري اللي بدك اياه، بتشتريه على الشوب اونلاين بدون ما تتعذبي. عم نحكي عن اي برودكت، عن اي برودكت خاصه على مثلا نيو يير بدك تحجزي سهره، بتنقي المطعم، بتنقي البرايس اللي بدك اياه، بتحجزي. اذا حبيتي فيك هذا الشيء يضل يعني تجي ليله السهره، بس احنا بنحب المفضل دائما لنيو يير انه يعني عمل فيزيت. بفتكر رح يضل محل ينشاف الطاوله بالسهره. لا بس مجرد ما حجزتي صار عندك الحجز، بس مشان ياكدوا على الطاوله، لانه بتعرف نيو يير شوي بيكون كراود، هيك العالم بحبوا ينقوا طاولات على حسب ذوقهم. فهذا الموضوع عملنا مع البلان تبع كل شيء، لانه عالم كان عجقت سير وكذا وعيد وكادويات ومعجوقين. هلا نحن بهالطريقه قدرنا نساعدهم لا يعملوا كل شيء من حتى سوري، حتى الابلكيشن اذا نزلوها تبع رويال اوتيل عم بيطلع لهم كل شهر عليها فيري سبيشال بروموشنز اند اوفرز. مزبوط، بيجي نوتيفيكيشن كل الفاسيلتيز. اكيد لازم تقولوا لي هون هو، انا قبل لكون سباقه يلا الموضوع يطلع لي كل الاوفرز. جبنا نزيد عن الاوفرز لانه انا بعرف انه دائما في اشياء هيك تسهيلات للناس اوتيل فيري فلكسبل، دائما في هيك بلانينج بنحس كانه لخلال سنه لكل لكل المواسم، يعني صح. كل موسم وله الخدمات تبعه. هلا بنخلص من العيد اكيد بنفوت يمكن بفتره شوي صعبه، يمكن جانيوري بيرجع لنا فالنتاين بفبروري، بيرجع ماذرز داي بمارش، يعني كل شهر في عنا ايفنتس، في قصص، في كونفرنس اكيد عنا بالاوتيل. نحن عنا اراوند 8 بور رومز بيكونوا لكونفرنس او اكثر، يعني من اصغر عدد لاكبر عدد بيكون، يعني الكوربوريت كل شيء شرك وايفنتات exactly. للشرك او حتى exactly. اجتماعات ومؤتمرات وايضا الاشياء الترفيهيه الحفلات هو في شغله كمان انه نحن عنا مطاعم، يمكن اذا بدك اوتيل عنا مثلا مطعم لبناني هو شهريار، يعني هيدا كونتينيوز كل ويكند، كل خميس جمعه سبت في البروجرام شغال فيه، العالم بتقدر تحجز عنده زباينه، يعني في عندك البيانو بار اجواء اجنبيه، عندك المسرحيه، يعني صدقيني اذا حبيت تيجي تعمل ويكند بالاوتيل لما تدق على الاوتيل اكيد حتلاقي شيء يلبي لك طلبك، يعني ان كان مسرحيه مع عشاء، ان كان سهره لبنانيه، ان كان بالبيانو بار سهره اجنبيه، انترتينمنت خلال السنه كلها ماشيين. وكل احد عنا البوفيه اللي حكينا عنه. خليني بس اسال واستفسر شوي عن حجوزات الاعياد، هلا عن حجوزات الاعراس ايضا، طبعا اجمالا الناس بيجربوا يحجزوا قبل بوقت، بس ولكن اذا نزركوا شوي بالوقت ممكن اخر دقيقه نظبط باسبوع حالة. حتى لو باسبوع صدقيني عندنا الخبره الكافيه انه باسبوع ينعمل عرسه كامل. اذا لقوا ديت اكيد، اذا كان عندنا افيلابيلتي اكيد. قد ايه ممكن يتاخذ اعراس بفرد نهار؟ 7 ويدنجز بنفس الليل، يعني عاملين ان وان داي، عاملين صراحه صايره. عندنا كثير فانيوز وكلهم كل وحده عندها الستايل تبعها، وكل المانيوز يعني نوايا حدا ما يلاقي الطلب تبعه، حتى ممكن يمكن تتاقلموا بالفانيو مع الطلب اذا exactly. عنده الاشوال الجاس يختار، بيتفرج حسب العدد اللي عنده بيقدر يختار الفانيو اللي بده اياه. فينا نقول انه اليوم بعده هالقطاع منه عاطل نسبه للظروف اللي عم يمرق فيها البلد او المنطقه ككل، يعني اللي عم نشوف انه طبعا عم تتاقلموا شوي، ولكن في اقبال. ايه بس في اقبال اكيد لانه الحياه مستمره، بس في ازمه اكيد، يعني في شوي صغيره في بلا مأثر. يعني هلا عندك اخر شيء اجت قصه الاسكان، يعني اللي هي هلا ليتلي غير قصه الوضع البلد لهيدا، بس انه نعم. بيضل في بالاخير الحياه بدها تستمر، يعني مشان هيك بدي اقول لكم يعطيكم العافيه على كل حال، كل الادرسات موجودين ومرقوا معنا وعلى السوشيال ميديا انتم دائما موجودين، وينعاد عليكم سلام. ان شاء الله بتكون عنا نيو يير ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. اهلا وسهلا فيك اوديت الكارحيد وكارلوس داو من لورويال اوتيل، رح ناخذ بريك ونرجع لكم.